بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وكانت أولى هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله كانت رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، كانت رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما رضي الله عنه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم رضي الله عنه أحدا، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ظل على هذا العهد حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، لما أخذ على نفسه أنه لا يسأل أحدا شيئا أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخذ شيئا بعد ذلك حتى توفي. أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنه كان عليه اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع رحمه الله: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولا اعتمر لم يخف على عبد الله. وبينا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر من الجعرانة، ولكن ثبت ذلك الأمر، قلنا حتى نعلم أن بعض السنن قد تخفى على أكابر الصحابة، قد تخفى على الصحابة حتى لو كان يعرف بملازمته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وبحرصه الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن خفى عنه ذلك الأمر، خفى عنه هذا الأمر، أن الإنسان دائما عرضة للنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك على الناس جميعا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسى آية، فقال رجل: يا رسول الله، نسيت آية كذا وكذا. قال: أفلا أهلا ذكرتنيها؟ يعني على ذلك ينسى الإنسان عرض الإنسان. فعبد الله بن عمر
أيضا رضي الله عنه كغيره من البشر عرضة للنساء، فكان ينسى، وكما قال نافع رحمه الله ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله بن عمر، لكن يخفى، يبقى ليس هناك إنسان حجة أبدا على شرع ربي سبحانه وتعالى، لكن الشرع هو حجة على كل إنسان، الشرع حجة على كل إنسان، وليس هناك إنسان حجة على شرع الله. قلنا حتى يعني يقول إنسان كيف يخفى مثلا هذا الحكم على فلان وفلان، هم مثلا من العلماء أو من الجابذة وغير ذلك، لا يخفى، كما خفت بعض السنن على بعض الصحابة رضي الله عنه. ثم كانت رواية الثالثة رواية عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبيل فقسمه بهذا. في هذه الرواية كما يبين عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ومنع آخرين، وذكر يا ترى لماذا أعطى هؤلاء ومنع يعني الآخرين، فكانوا عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يخشى من إعوجاجهم وانصرافهم عن الحق، انصرافهم عن صراط ربهم المستقيم، فيخشى عليهم الكفر بعد الإيمان أو الردة بعد الإيمان، فكان يؤلف قلوب هؤلاء بشيء من المال. يبقى حتى لو كانوا أغنياء، المؤلفة قلوبهم حتى لو كانوا أغنياء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا من الزكاة، أو هم من أصناف الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، يبقى ده تأليف القلب، يبقى ليس هو بفقير ولا محتاج، ولكن هو لو أعطيناه ذلك المال لثبت، فيبقى بيعطى المال حتى مع غناء، قلنا من أجل هذا الأمر هو ثبات على أمر ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يخشى عليهم الإعوجاج والانصراف عن الحق، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء، يبقى في قلوبهم من الإيمان. يعني نقول على ذلك يبقى لو أتت هذه الريح على ذلك الإنسان فإنه لا يختلع من مكانه لثباته على أمر ربي سبحانه وتعالى، ثباته على أمر ربي. وإحنا نتذكر كده ما قال هرقل للأبي سفيان رضي الله عنه، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشات القلوب، لما طرح السؤال هل يا ترى منهم من يرتد عن دينه سقط لذلك الدين، قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشات القلوب، لما بينزل الإيمان في القلب ويرسخ فيه القلب على ذلك مهما كانت المحن ومهما كانت الابتلاءات التي تمر على ذلك الإنسان، فالله تعالى يثبت هذا الإنسان على دينه، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يبقى الإيمان، يبقى دايما كده الإيمان لما يرسخ في النفوس مهما كانت يعني عظم هذه المحن أو الابتلاءات أو النوازل التي تعرض لها الإنسان، فتراه ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى، بل ما زادته إلا ثباتا، ما زادته إلا ثباتا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ازدادوا إيمان مع أنها محنة شديدة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى لا تزيد المحن والنوازل والكوارث المؤمن إلا إيمانا، إلا زيادة في إيمان، إلا رقيا في سلم العبودية والإيمان، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. فلذلك قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم الخير والغناء، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعلم هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن تغلب رضي الله عنه، يعني لو يعني المقابل كده هيعطى حمر النعم يبقى لا يضحي بها، ما
من أجل هذه الكلمة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن تغلب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلين. إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلين. يبقى أعطى أناس من قريش يتألفهم بذلك لأنهم حدثاء عهد بجاهلين، يبقى يخشى عليهم الردة بعد الإيمان، يخشى عليهم الردة بعد الإيمان. لم يكن الإيمان قد ثبت بعد في نفوسهم ولا في قلوبهم، فكان يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية التالية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أمواله أوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي قريشا أدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس رضي الله عنه: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. فقال فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وهم ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار وشوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى رسول الله قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله على الحوض. قال أنس رضي الله عنه: فلم نصبر. يبقى هذه رواية مفسرة للرواية السابقة، إني أعطي قريش ألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. فبين أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناس من الأنصار قالوا مقالة في هذا التقسيم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أناسا من قريش يتألفهم. فالناس من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، طفق يعطي رجال من قريش 100 من الإبل، وأن عطاء جزيل، يعني لما كان بيعطي هذا عطاء جزيل. فقول يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ودعونا وشوفنا تقطر من دمائهم، هم الأنصار الذين آوا ونصروا، هم اللي نصروا الدين. فعلى ذلك هؤلاء الطائفة دخلت بعد ذلك من قريش في الإسلام، وكانت معلومة بعداوتها لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعض هؤلاء قالوا يعطي قريش ودعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال أنس رضي الله عنه: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. دائما كده التثبت في البداية، كده التثبت، ما كان حديث بلغني عنكم، يبقى وصل إلى سمعي حديث تكلمتم يعني به. فقاله فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسننهم. فقالوا: يغفر الله للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويترك الأنصار، شوفنا تقطر من دمائهم. يبقى دول حدثاء عهد أيضا، يعني كما قال: أما أناس منا حديثة أسنانهم، يبقى صغار في السن، يعني نقول أنهم لا يعوا ما يقولون، لكن أكابر الصحابة الأنصار لم يتكلموا بمثل هذه الكلمة، ولا ينظرون أبدا إلى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى تقسيمه، ولا يعلقون على ذلك. أنصار رضي الله عنه
لكن دول صغار صغار في السن، حديثة أسننهم أي صغار في السن الذين قالوا ذلك الأمر. أما كبار الأنصار فلم يتكلموا بمثل هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عدوم بكفر. يعني السبب إيه؟ بيتألف قلوب هؤلاء حتى لا يرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لما أنقذ الله عز وجل أنقذ هذا الرجل من النار، يبقى أعطاه من المال ما يحفزه ويدفعه أن يستمسك بدين الله سبحانه وتعالى ولا يرتد عن دين ربه سبحانه وتعالى. كأن أفكار تلاعب هذا الإنسان، يعني هناك أفكار تلاعب هذا الإنسان بين الاستمرار على الإسلام أو الردة. فعلى ذلك كان يعطيه ما يثبت قدم هذا الإنسان على الدين. فلذلك قال: إني أعطي رجالا حديث عادون بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله على الحوض. تجد أثر شديدة جدا، كأن أنانية. يبقى الإنسان يفضل نفسه على غيره، غير الإثار، يبقى بيؤثر الغير على نفسه. ولو كان بهم خصاصة كما مدح الله تعالى الأنصار ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، يبقى على ذلك يدفع ذلك ويتصدق بذلك، ما حاجته إلى هذا الأمر. لكن حتى يكون أثر هو تفضيل الإنسان لنفسه على غيره حتى لو يكون به حاجة، يبقى هذه الأثر الشديدة. فماذا نفعل؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فتغير نفوس الناس بهذه الصورة، فمن بعد كانت يعني إثار أصبح أثرة. يبقى اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اثبتوا على دين الله عز وجل حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم على الحوض. ثم ذكر رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فقطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدل هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. جبير بن مطعم رضي الله عنه يصف لنا هذا الموقف، قال: بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، فعلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب. الأعراب اعترضوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة، إلى شجرة كده، فقطفت رداء، علق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بفرع من فروع هذه الشجرة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم. عدد الشجر ده أساسا موجود نعم، يعني إبل وأنعام، لا قام بقسمته بينهم. فثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجز ذلك المال، لا يحتجز هذا المال، ولكن يقوم بقسمته بين يعني من يستحق ذلك الأمر. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. المسلم دايما ليس عنده هذه الخصال، لا خصال البخل ولا الكذب ولا ولا أن يكون جبانا ولا أن يكون بخيلا. ممكن يطرأ عليه ذلك الأمر، لكن على ذلك لكنه يعرف بأداء الأمانة ويعرف بالصدق. وهذا داء البخل ده بينا قبل ذلك ده من أعظم الأدواء الذي يصاب به الإنسان، داء البخل. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك احنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الحث على النفقة، الحث على النفقة، وألا يظن الإنسان بما أعطاه الله عز وجل من مال، وانفقوا مما رزقناكم، آتوا من مال الله الذي آتاكم. عرفنا أن الملكية الحقيقية للمال هي لله سبحانه وتعالى. ملكية الإنسان ملكية مجازية، ملكية تصرف، وهيسأل عن ذلك. فأنفقوا
مما رزقناكم، مما رزقكم الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا مال الرب سبحانه وتعالى، فلماذا تظنون بذلك المال؟ فيبقى من أعظم الأدواء التي تصاب الإنسان هو داء البخل، وداء البخل. فالمسلم ينبغي أن يكون بخيلا، وأنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كما هو ينفق يبقى أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، يبقى هتجد ربنا سبحانه هيخلف على الإنسان بهذه النفقة. وأنفقتم من شيء فهو يخلفه، وخير الرازقين سبحانه وتعالى. فالله تعالى وعد بذلك، سلم ما هينفق نفقة في سبيل الله هتعود هذه النفقة عليه بأضعاف مضاعفة. ولكن المسألة محتاجة يقين، يقين العبد وثقة العبد في رب سبحانه وتعالى وفي وعد رب سبحانه وتعالى. لذلك ما ينبغي المسلم أبدا أن يكون بهذه الخلال، لا كذاب ولا خائن ولا جبان ولا بخيل. وبينا أن مسألة البخل يعني لم تكن في المال فقط، قد يكون الإنسان فقيرا ليس عنده مال، ولكن ممكن يبقى بخيل بما عنده من معارف ومعلومات، هذا بخل أيضا. زي ما الإنسان كده يحجز المال ولا يعطيه لمن يحتاج إليه، فهي نفس القضية برضه، يعني نفس القضية في العلم، عنده من المعلومات والمعارف التي يحتاج إليها الناس، ولكن يبخل على الناس، يبخل على يعني هؤلاء الناس أن يعطيهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فده أيضا بخل، بخل الإنسان، ده داء موجود على الإنسان، يعني حتى لو كان فقيرا، يعني ممكن يبقى فقير بس الداء ده موجود عند هذا الإنسان، كيف يتخلص منه؟ يبقى بالعطاء والسخاء، يبقى أن يكون حب الخير للناس، وده يترجم، يبقى حب الخير للناس ورد الخير للناس، يبقى تترجم عن طريق العطاء، سواء بقى هذه المال أو ما كان عند هذا الإنسان، خاصة من معلومات ينتفع بها الإنسان في دنيا وأخرى وتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بيحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة. لكن تتخيل يعني كيف جذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرداء حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، شدة يعني جذبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ردائه أثر في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان يصور لنا يعني كيف كان جذب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أغلظ له في القول، يعني أغلظ في السلوك وأغلظ في القول، ولكن كيف قابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقابله أبدا بالسيئة، ولكن يعني يدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ودي أيضا يبقى خلق الداعية، خلق الداعية عنده سعة صدر، من أغلظ لك في القول والسلوك يبقى إياك أن تقابله بمثل ذلك الأمر، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن العقلاء يبقى أصحاب الإيمان، أهل الإيمان والتقوى، كيف يقابلون هذه الغلظة أو الإساءة من الغير؟ لا تقابل الإساءة بالإساءة، ولكن نقابل الإساءة بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي الحمد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن المسلم يعني يبقى عنده سعة صدر واستيعاب للآخرين. قلنا خاصة لما يقف على ثقافة هؤلاء، ده أعرابي، ما ثقافة هذا الرجل؟ عنده غلظة وعنده يعني جفاء، فعلى ذلك اقرأ ثقافة ذلك الإنسان وتعامل معه من خلال ثقافته، من خلال ثقافته. فعلى ذلك عنده غلظة، ده حاله، ده حال البادية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قلنا ليه؟ في صحراء، وعلى ذلك يعني شظف العيش بصفة عامة وغلظة في الأقوال والسلوك، غلظة يعني في أحوال كلها، فكيف يتعامل؟ لا يتعامل إلا بغلظة، ده حاله أساسا. اقرأ الحال كده، فدي بتبقى ثقافة اللي أمامك، أنت تتعامل من خلال هذه الثقافة كأنك تقرأ الإنسان، تعامل من خلاله. وكيف أستوعب هؤلاء؟ لا تكن منفرا أبدا، وأن الداعي لدين الله عز وجل لا يكون منفرا لأحد، ولكن لابد أن يكون مستوعبا، ولابد أن يكون عنده سعة صدر، عنده حلم أساسا في استقباله لأمثال هذه الأفعال. وده اللي احنا نجده دايما لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الرسل، يعني كيف كانوا يعاملون قومهم على الرغم من الغلظة والشدة والاستهزاء من قومهم، لكن كان سعة صدر، الداعي ليه مهمة وليه هدف، فعلى ذلك لا يثني شيء عن هدفه حتى لو كان المقابل الذي يدعوه هو غالص في قوله وفي سلوكياته، لكن هو ليه هدف؟ إيصال هذا الحق للناس وإخراج هؤلاء من أو إنقاذ هؤلاء من النيران. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. وذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى على ذلك أيضا كيف قابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالتوجيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، النميمة هي نقل الكلام ولكن على سبيل الإفساد، النميمة ده نقل كلامه ولكن نقل الكلام من أجل الإصلاح غير نقل الكلام للإفساد، دي النميمة، يبقى لا يدخل الجنة قتات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نمام، يبقى النميمة نقل كلام ولكن على سبيل الإفساد، ده نقل كلام ولكن على سبيل الإصلاح، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا معلم فيعلم من قال ذلك ويوجه أيضا هذه الأقوال ويعالج هذه النفوس. فلذلك قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، عنده قدوة، إنسان بيحتاج إلى القدوة العملية، قلنا خاصة عند الصعاب يحتاج إلى قدوة عملية، فقال أن موسى عليه السلام أوذي بأكثر من ذلك فصبر، يبقى قدوة، يعني دايما بيحتاج الإنسان إلى القدوة العملية، قلنا خاصة عند النوازل أو الصعاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس ويمني على ثلثي فرسخ. قال أبو ضمرة عن هشام عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. الإقطاع بقى في إحياء الموات وفي الإقطاع، الإقطاع دي أرض يقتطعها الإمام ويسلمها إلى فلان أو فلان، يحدد اللي هنا ليقوم بتعميرها أو بإعمارها، يقوم بإعمارها.
وبيديله فرصة يعني فترة من الوقت حتى يقوم بإعمارية وإلا تسحب منه بعد ذلك. فده اقطاع، اقطع له هذه القطعة، بهذه القطعة يعطيها لفلان ليقوم بإعمارها. وإذا كان بقى يغرس فيها نخل أو يزرع فيها زرع أو يحفر بئر أو غير ذلك من صور الإعمار. فتقول في ذلك: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ويمني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمر عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. يقطعه، ده الإقطاع. وده بيبقى الإمام يقسم هذه الأراضي ويسلمها إلى أناس يقومون بإعمارها. قلنا يعود كل ذلك بالنفع على المسلمين. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على آل قيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول للمسلمين. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولو نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وأريحا. يبقى لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على يهود قيبر على ذلك أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أدعوهم يقومون بزراعة هذه الأرض اللي زرع أساسا وغرس، وعلى أنهم يعني يعطون نصف الثمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقابل إبقاء هؤلاء في الأرض يقومون بزراعتها. فصلحهم على ذلك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. علق الأمر مشيئة، أي متى أراد أن يخرج أو لا أخرجهم. فلذلك أقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، أجلاهم في إمارته إلى تيماء وأريحا، خرجهم من جزيرة العرب، خرجهم من جزيرة العرب. فعلى ذلك يبقى صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر أن تكون معهم الأرض يقومون بزرعتها على أن يوفوا بنصف الثمر ويقرهم على ذلك متى شاء. يبقى المدة لغاية إمتى؟ متى شاء. يبقى جعل الأمر بيده، متى أراد أن يخرج هؤلاء من جزيرة أخرجهم، وبالتالي أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب فرض الخمس، وباب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كنا محاصرين قصر قيبر، فرمى إنسان بجرابي فيه شحم فنزلت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. هذا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيبه في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، قال الشيباني: حدث سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تخمس. قال وقال آخرون: حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير رحمه الله فقال: حرمها البتة. ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، يبقى لو كان في طعام كما قال عسل عنب أو غير ذلك، هل يجوز في الحالة دي أن يأكلوا منه حاجاتهم لذلك دون أن يرد إلى الغنيمة، ولا لابد أن يرد إلى الغنيمة؟ قال: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. ذكر رواية الأولى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر قيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت منه ورآه مبتسما متبسما صلى الله عليه وسلم فعلته. الشاهد من كده لو كان هذا لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما في المسألة أنه لما التفت وجد النبي
صلى الله عليه وسلم وجده متبسما من فعلته، نزوت لأخذه، أي أسرع كده قبل أي إنسان عشان يأخذ ذلك الجراب، يبقى وثب مسرعا. فالتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستحيت منه. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذي الفعل، يبقى أقره، يبقى ما أصابه من طعام يخشى عليه الفساد يبقى لهم أن يأكلوه دون أن يضعوه في مسألة الغنيمة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، نأكله ولا نرفعه، ما كانوش بيضعوه في الغنيمة، وإلا أن الفساد يسرع إلى ذلك الأمر وما يحتاجون للطعام فكانوا يطعمون من ذلك. لكن الرواية الأخيرة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصابتنا مجاعة لأهل خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تخمس، يبقى دي كانت المفترض ترد إلى الغنيمة، ترد غير الطعام، غير الطعام اللي هو هيسرع عليه الفساد. لكن على ذلك لما قاموا بنحر الإبل قبل ذلك كما في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فخرات القوم، وبالتالي على ذلك نحروا الإبل ووضعوها في القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها، لأن هذه الإبل كانت لابد أن ترد الغنيمة وتقسم على المجموع، رغم أنه حق بالغنيمة ولكن الحق ده حق مشاع فلا يجوز أبدا أن يستعملوا ذلك إلا بعد التقسيم. فلما نحروا الإبل نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم وراء أن يكفئوا القدور، قلنا على ذلك ده لحم إبل لحم طيب، ولكن كان الشاهد من ذلك أنهم تعجلوا فنحروا هذه الإبل قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيمها كغنائم. غير الطعام بقى الذي ممكن يعني يسري له الفساد زي العنب أو زي العسل، زي كما قال عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن ده جرام فيه شحم، قال فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة، هي لحوم الحمر الآلية حرمت في يوم خيبر، حرمت في يوم خيبر، لكن أترى من أجل أنها حرام ولا من أجل أنهم تعجلوا ذلك الأمر؟ يبقى ده يصلح وده يصلح. فلذلك قال لأنها لم تخمس، أي لم تضع في الغنيمة، الغنيمة طبعا أربعة أخماس غنيمة ترد على غزين، والخمس أيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى يعني يتم عزله ثم يقوم الإمام بتوزيعه على الأصناف التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. هي حرمت لحوم الحمر الآلية في خيبر كما هو معلوم، وحرمت أيضا حرم نكاح المتعة في خيبر، لكن لنا أيضا رواية التي كانت قبل ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خيرات الناس وأن أنهم تعجلوا فنحروا الجزور، ولما غلت القدور أمرهم بأن يكفئوا القدور لأنهم تعجلوا ذلك الأمر. لابد كان أصلا لابد أن توضع في الغنيمة الإبل أو الأنعام غير الطعام اللي هو يصل له الفساد. هذا ما آخر ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب فرض الخمس، ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزية والموادعة. قال باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب مع أهل الذمة والحرب. قال باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.